بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة لتعلم اللغة الفرنسية من خلال كتابي لي ريكومبوندر كالعادة. طبعا كنا قد انتهينا مع هذه الأصوات كما نلاحظ أغ أل أف. هذه الفقرة إن شاء الله سنرى أي كما تلاحظوا بأن هذه الكتابات ممكن أنها تعطي هذا الصوت. رأينا فيما سبق هاد أو زد خاصة عندما تأتي في آخر الفعل أنها تنطق أي، عندما تأتي في آخر الفعل مع الضمير فو في البخيزو مثلا، إذن طبعا تعطي هاد أي، تكون عندنا نهاية الفعل أو زد مع فو طبعا وتنطق أي، كما عندنا هنا فو سافي، فو سافي سافي، لا نقرأها مثلا سافيز بل نقرأها سافي. إذن طبعا أو دي أو إر أيضا أو إر كما سنرى أيضا تعطي هاد أي، مثلا الأفعال دي برومي جروب أفعال المجموعة الأولى طبعا المنتهية بأو إر التي تعطي الصوت أي، مثلا هنا مونتي لا نقرأها مونتيغ بل نقرأها مونتي صعد. إذن هاد أو إر تنطق أي، ثم أو دي ممكن أنها تعطي أي كما سنرى أيضا أو تي، أو تي أنها تعطي هذا الصوت أي مع بعض المد طبعا بالمقارنة مع هاد اللي عندنا هنا. إذن ثم عندنا أو أكسون غراف إس، إذن طبعا نفس الشيء. ثم عندنا هاد أو إس تي الخاصة بفعل إتر أيضا تعطي هاد أي، أنها تعطي هاد أي. إذن طبعا سنرى بعض الأمثلة التي توضح الفرق. نأخذ هنا مثلا سافيفو مونتي أشوفال سافيفو، طبعا عندنا هنا لوفير سافوار، عندنا لوفير سافوار، عندنا لوفير سافوار، ومنها كما ذكرنا فيما سبق كلمة لو سافوار. طبعا لو سافوار المقصود به لو سافوار المعرفة، لو فيرب سافوار المقصود به فعل عرفة. إذا طبعا الصرف ديالو تيكون على الشكل التالي جو سي، طبعا نتكلم على البخيزون، طبعا صرف الفعل في الحاضر جو سي أنا أعرف، مثلا جو سي كوندويغ، كوندويغ أنا أعرف أسوق، أسوق السيارة مثلا جو سي كوندويغ لا فواتور، انا اعرف سياقه مثلا السياره. جو سي تو سي انت تعرف او انت تعرفين، إيل سي هو يعرف، نو سافون نو سافون نحن نعرف، نو سافون نو سافون نحن نعرف. فو سافي كما عندنا هنا فو سافي انتم تعرفون، إيل ساف إيل ساف هم يعرفون، مثلا إيل ساف إكخير هم يعرفون يكتبون. إذن هنا السؤال، في السؤال نقلب هاد لو برونون مع لو فيرب في البريزون طبعا، أما في لو باسي كومبوزي تيكون شكل آخر، فتنقلبو لو برونون مع لوكسيليير، هنا غنقلبو الفعل مباشرة مع لو برونون. إذن سنقول سافيفو هل أنتم تعرفون مونتي صعودة، هل أنتم تعرفون الصعودة، صعودة ماذا؟ أشوفال أشوفال صعودة الفرس، صعودة الحصان. إذن واش نتوما تعرفوا طلعوا فوق الحصان، بمعنى آخر واش تعرفوا تركبوا على الحصان. سافيفو مونتي أشوفال Savez-vous monter à cheval? Tout le monde a venez avec nous. Venez avec nous. Venez. Tabana d'nana, le verbe venir. On a le verbe venir. Tabana fait le présent à Koulmada. Je viens, tu viens, il vient. Nous venons, vous venez, ils viennent. Ils viennent. Tabana n'a pas le présent. كما صرفنا الفعل الآن،
هنا عندنا لو فيغ فونيغ الامبيراتيف مصرف في الامر. اذا نقول فيان فيان فونون فوني كما عندنا هنا. اذا فيان تعالى فوني تعالوا فونون فلناتي فلناتي جميعنا مثلا الى مكان معين. فوني فلتاتوا فوني فلتاتوا فوني افيك نو فوني افيك نو تعالوا معنا سي فو فولي اذا سي اذا فو فولي انتم تريدون. هنا عندنا لو فيغ فونيغ هنا شنو عندنا؟ هنا عندنا لو فيغ فولواغ هنا عندنا لو فيغ فولواغ اراد اذا انتم تريدون. هنا عندنا لو فيغ سافواغ سافواغ يعني عرف. هنا عندنا لو فيغ فولواغ اراد. نقول جو فو انا اريد جو فو بواغ جو فو جو فو بواغ انا اريد اشرب. جو فو مانجي جو فو مانجي انا اريد اكل. جو فو سورتيغ انا اريد الخروج. اذا عندنا هنا سي فو فولي اذا انتم تريدون سي فو فولي اذا اردتم او اذا انتم تريدون. نو زيرون نو بروموني دون لا فوري نو زيرون. طبعا هنا عندنا لو فيرب الي كما تنعرفوا بان لو فيرب الي في البريزون انه تتغير لو غاديكال ديالو انه تتقلب. نقول مثلا جو في تي فا il va nous allons ثم nous allons ثم vous allez ثم مره اخرى ils vont. بنفس الطريقه في الفيتور في لو فيتور ان لو غاديكال ديالو تتقلب. اذا نقول جيغي انا ساذهب. طبعا في المستقبل جيغي tu iras il ira nous irons nous irons نحن سنذهب. vous irez vous irez انتم ستذهبون. ils iront ils iront هم سيذهبون. اذا عندنا هنا nous irons نحن سنذهب. nous promener لكي نتنزه. طبعا راينا فيما سبق راينا فيما سبق إن بروموناد أو بور نزهة على الميناء. إن بروموناد أو بور نزهة نزهة على الميناء. طبعا هنا عندنا نوزيغون نو بروموني نحن سنذهب لنتنزه. دون لا فوري دون لا فوري يعني في الغابة. إذا نعيد العبارة سافي فو مونتي شوفال Venez avec nous, si vous voulez. Nous irons nous promener dans la forêt. Nous irons nous promener dans la forêt. Dans la forêt. Tout le monde est là. Les chevaux, voilà, ce sont des chevaux. On a un cheval, un cheval, un cheval. Qu'est-ce qu'on en fait? On a les chevaux. Les chevaux sont prêts. Les chevaux sont prêts. Et donc, إذا الأحصنة أنها جاهزة أنها جاهزة أنها مستعدة. allons-nous promener allons-nous promener. طبعا هنا عندنا لو فيرب الي على امبيراتيف. إذا نقول va allons allez va allons allez. إذا اذهب فلنذهب كما عندنا هنا فلتذهبوا allez فلتذهبوا. allons-nous فلنذهب نحن كما لو عندنا هنا لو فيرب سالي كما لو عندنا هنا لو فيرب سالي لو فيرب سالي كما نقول ان الانسان يذهب بنفسه. allons nous promener allons nous promener. اذا فلنذهب نتنزه. les chevaux sont prêts الاحصنه sont prêts انها جاهزه انها جاهزه. allons nous promener فلنذهب نتنزه. Nous passons à ce paragraphe dans lequel nous allons voir des mots avec ER. Et dans la mort, il y a des phrases التي فيها كلمات متضمنة الهاد ER. Par exemple, le dîner. Le dîner.
le déjeuner. Je vais me reposer. Le dîner, العشاء. Le déjeuner, الغداء. Le déjeuner. Le dîner. العشاء. أيضا عندنا لو فيرب ديني، يعني أنك تتعشى. إذن لو ديني العشاء. أيضا عندنا لو فيرب ديجوني، أنك تتغدى. لو ديجوني الغداء. لو بوتي ديجوني الفطور. لو ديجوني. لو ديجوني مقصود به الغداء. كما تلاحظوا هاد الأسماء أنها منتهية بأر وتنطق كأي. لو ديني لو ديجوني جو في مو روبوزي. جو في هذا لو فيرب ألي، هذا لو فيرب ألي. جو في أنا ذاهب. مو روبوزي مو روبوزي أستريح. أنا ذاهب أستريح. أنا غادي نمشي نرتاح. انا غادي ارتاح. جو في مو روبوزي. او انا سارتاح، او بمعنى اخر انا سارتاح. اونسويت اون ديمو افيك او دي. باغ اكزومبل جو في ا ليكول ا بي. جو في ا ليكول ا بي. اذا انا اذهب الى المدرسه ا بي بالرجل. ممكن اقول Je vais à l'école à moto. أنا أذهب إلى المدرسة بالدراجة النارية مثلا، ولكن هنا عندنا Je vais بحال اللي عندنا هنا Je vais. أنا أذهب à l'école. À l'école إلى المدرسة. À pied. طبعا le pied مقصود بها الرجل، وكما تنشوفوا بأنها تنتهي بأودي وتنطق. هاد أدي تنطق أي كما عندنا هنا. طبعا هاد الحالة هي قليلة. طبعا هاد الحالة التي تكون فيها أدي تنطق كأي هي قليلة بالنسبة لهاد أر أو زد. إذا هنا لا نقرأها بيد، لا نقرأ هنا بيد، بل قراءتها بي. ثم نمارش با بي نو. نمارش با بي نو. نمارش pieds nus. طبعا عندنا هنا لو فيرب مارشي على امبيراتيف، ولكن كاين معاه لا نيغاسيون. عندنا لو فيرب مارشي على امبيراتيف تصرف الامر. ممكن نقول لشخصين مارش تمشى. هنا عندنا نو مارش با لا تتمشى. pieds nus الرجلين حافيتين. طبعا ني كما نقول عاري. مثلا أقول جي في أن أنفون ني. أنا رأيت طفلا عاريا مثلا. جي في أن أنفون ني. أنا رأيت طفلا عاريا. إذا هنا كمان نقول الرجلين عاريتين غير لابستين. ليس عليهما شيء، ولكن المقصود بها حافية. نو مارش با بي ني. إذا لا تتمشى الرجلين حافيتين. طبعا كما تلاحظوا بيه هنا أضفنا لا اس لأننا نتكلم عن الرجلين، أما هنا فنتكلم عن رجل واحدة، رغم أن المقصود أنني أمشي إلى المدرسة بالرجلين، ولكن نقول هنا في الكلام نقول رجل. أنا أذهب إلى المدرسة على الرجل. إذن كما نقول أنها مفردة، ولكن في الحقيقة المقصود أنني أسير على رجلين. إذن جو في ا ليكول ا بي. نو مارش با بي ني. لا تتمشى الرجلين حافيتين. اونسويت نديمو افيك او زد. باغ اكزومبل لو ني. طبعا هاد او زد اللي تتعطي الصوت اي ممكن اننا نجدها في كلمات، نجدها في اسماء، ونجدها ايضا في افعال. في اسماء مثلا كلمه لو ني، او في ظرف مكان مثلا شي. لوني الأنف. شينو عندنا.
المقصود في منزلنا. إلى تي شينو هو كان عندنا، المقصود هو كان في منزلنا. فني إيسي، فني إيسي، تعالوا هنا. شانتي، غنوا. دانسي، ارقصوا. هنا عندنا لو فيغ فونيغ، طبعا مع فو نقول فوني، ولكن في الأمر طبعا فوني، تعالوا. في البريزون نقول فو فوني، أنتم تأتون، ولكن هنا فوني، تعالوا. فوني إيسي، تعالوا هنا. شانتي، هنا عندنا لو فيغ شانتي، نتكلم عن فعل. غنى، إذا لو فيغ شانتي تنكتبو بهاد الطريقة، لو فيغ شانتي تنتهي الفعل تنكتبو بأو إغ، باش تنبينو بأنه فعل غنى، وتنبينو بأنه غير مصرف. ولكن عندما نقول شانتي، هنا راح نصرفناه، هنا صرفناه، صرفناه مع فو، طبعا اللي ما تتبانش، المختفية، طبعا في الأمبيغاتيف الضمائر ما تبانوش. إذا شانتي، غنو، دانسي، هنا عندنا لو فيغ دانسي، طبعا مصرف مع فو المختفية أيضا التي لا تظهر طبعا كعادة الأمبيغاتيف الذي ليس فيه ضمائر. إذا نقول دانسي، ارقصوا. أبخي نو باسو أسو باراغراف، إنو بخونو بخوميرمو دي مو أفيك أوتي. إذا نمر إلى هذه الفقرة ونأخذ أولا الكلمات المتضمنة لأوتي. مثلا لو جوي، لو جوي، لو جوي، إذا نتكلم عن اللعبة، نتكلم عن اللعبة، لعبة يلعب بها الطفل، إذا تسمى لو جوي. أفوي، 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 إذا نتكلم عن صوت، الصوت يسمى لو فوي. لو ليفغي، لو ليفغي، إذا نتكلم عن كتيب، كتيب. فيرم لو روبيني، كلمة لو روبيني الصنبور، أنها تتضمن هاد أوطي. فيرم إغلق، لو روبيني الصنبور، إغلق الصنبور حتى لا يضيع الماء. أنسويت هنا دي مو أفيك إي أو إس تي. إذا طبعا هنا هنا نتحدث عن لو فيرب إتر. في هاد الحالة من تنشوفو أو إس تي تنشوفو في جوج الحالات، هاد أو إس تي تنشوفوها في جوج الحالات، يا إما لو فيرب إتر بحال اللي عندنا هنا، وإما أنها تقرأ إست، وهذا ذكرناه في البداية، وهذا ذكرناه منذ وقت، أن إست تكتب هكذا وتقرأ إست إذا أردنا أن نعني بها المشرق. إذا نتكلم عن ليست الويست، المشرق والمغرب، أو الشرق والغرب. إذا نتكلم عن إست. إذا مثلا il se dirige vers l'est، هو يتوجه إلى الشرق. إذا هنا تنكتبو نفس الكتابة اللي عندنا هنا، وتنطق بطريقة مختلفة، تقرأ هاد الحروف وتنطق هاد الأحرف، نقول إست. أما في حالة إتر نقول جو سوي توي إلي، جو سوي أنا أكون، كما نقول جو سوي، جو سوي مالاد، أنا مريض، توي مالاد، أنت مريض أو أنت مريضة. إلي نكتب هاد إيه، نكتب هاد أي، إلي مالاد، هو مريض. إذن مينا أدا جالا، مينا هي كائنة من قبل هنا، إذن مينا راه كاينة هنا من قبل ويا هنا. مينا أدا جالا، غوني ني با أنكور أغيفي، غوني ني با زونكور أغيفي، غوني لم يصل بعد. غوني ني با زونكور، إذا غوني ليس بعد، أغيفي وصل، إذا غوني لم يصل بعد. عندنا هنا ني با، ممكن نحذف هاد لا نيغاسيون، نقول غوني إيت أغيفي، إذا غوني أنه وصل، ولكن غوني أنه لم يزل، لم يصل، غوني ني با زونكور أغيفي. إي أونفو أون ديمو أفيك إي، كيسيكخي أفيك أو أكسون غراف إس، باغ إكزومبل أبخي موا، أبخي موا،
بعدي انا المقصود ورائي ابخي موا. اذن بعدي او ورائي، ورائي او بعدي، ثم غني افي دي بروغري. اذن غني انه فعل تطور، المقصود بان غني عرف تطورا، اجتهد فتطورت اعماله او انها تحسنت نتائجه. اذن غني افي دي بروغري، اذن غني انه عرف تحسن. تري بيان، جيد جدا، جيد جدا. اذن ابخي موا غني افي دي بروغري، تري بيان، جيد جدا. اذن نعيد، لو ديني لو ديجوني، جوفي مو روبوزي، جوفي على ليكول ابيي، نو مارش با بيي نو، لوني شينو، فوني ايسي شونتي دونسي، لو جوي ان فوي، لو ليفري فيرم لو روبيني، مينا اي ديجا لا، روني ني با انكور اريفي. ابخي موا روني افي دي بروغري، تري بيان. إذا نستأنف في الفقرات القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.